بعد أكبر كباية كوكتيل في العالم، وخلال أسبوع واحد كسرت مدينة الصور رقماً قياسياً بتحضير أكبر ساندويتش شاورما تحت عنوان صور نحو العالمية لتبقى الشاورما لبنانية، وذلك في إطار مهرجانات صور للسياحة والتسوق. الساندويتش العملاق تراوح طولها بين 120 إلى 125 مترا، أشرف على تحضيرها الشيف نادر الحاج علي بمعاونة حوالي 100 شخص ساهموا في إعدادها. كانت أكبر ساندويتش شاورما بالعالم بتاريخ كتاب جينيس هي 100 متر، نحن اليوم عملناها 125 متر ونص. أخذ معنا وقت تجهيز على الطاولة 45 دقيقة، بينما تجهيز بالمطبخ أخذ حوالي الأسبوع، من ضمنهم 3 أيام لأربع أيام ما نمنا فيهم لقدرنا لو وصلنا هالشيء. كما عبر المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذا النشاط الذي يرفع صور للعالمية ويحطم الأرقام القياسية العالمية.